اول خلينا نرحب بقندوسي اللاعب الجديد للنادي الاهلي اللي اعتقد ان شاء الله اعتقد صفقه من العيار التقيل ولاعب زي ما قلت يقدر يضيف رغم وجود الحقيقه انا بشوف ان خط نص النادي الاهلي ولا اروع كلهم الحقيقه لعيبه اصحاب امكانيات عاليه جدا لكن بعتقد ان قندوسي هيمثل اضافه بالتاكيد لسكواد الاهلي وخصوصا قبل بطوله كاس العالم. اكيد طبعا هي الصفقه بالمناسبه انها تمت دي ما فاجئتنيش، انا اللي فاجئني انها اتاخرت لان هي من ساعه ما الاهلي قابل وفاق سطيف السنه اللي فاتت كان في كلام على كان في كلام وكان عبد الحكيم سرار رئيس النادي هي. كان موجود مع كابتن محمود الخطيب وكان ساعتها كان كل الكلام تقريبا على احمد قندوسي ان هو يجي النادي الاهلي. هي صفقه كويسه للنادي الاهلي لسبب بسيط جدا ان هو لاعب صغير في السن 23 سنه بالظبط حاجه كده تيجي زي كريستو كده بتاع تونس دي ده كويس لان ده المستقبل بتاع النادي الاهلي. انت مش بتجيب لاعب مثلا كبير في السن حتى لو كانت كنت كبيره ان هو يدي لك 3 سنين او 3 انت جايب مستقبل للفريق فانت جايب لعيبه تقعد معاك 10 سنين واكتر من كده ان شاء الله. وطبعا هو لسه لاعب في الشان بطوله كاس الامم الافريقيه المحليين اللي تقام حاليا في الجزائر. الجزائر اعتقد كسبت كوت ديفوار اخر ماتش وكان مشارك في المباراه بالظبط فكان يطلع من البطوله دي على كاس العالم للانديه انه يبتدي بكاس العالم للانديه فطبعا يعني خير بدايه هيلعب في ايه اعظم من كده مع النادي الاهلي فاعتقد دي حاجه تحسب للنادي الاهلي اولا ونقول مبروك للاعب ان هو بيخش في منطقه بعيد تماما طبعا مع كامل احترام طبعا لفاق السيف فريق كبير في الكره الجزائريه لكن النادي الاهلي طبعا مختلف اكيد في الاجواء الافريقيه وخصوصا انه مقبل على مشاركه كاس العالم للانديه. صفقات الاهلي انتهت؟ ما اعتقدش. وارد جدا والساعات القادمه طبعا تحمل اخبار جديده ونتمناها ساره طبعا لجماهير النادي الاهلي. اكيد طبعا النادي الاهلي حتى جمهور النادي الاهلي ما زال منتظر من النادي الاهلي رغم ان في 3 ايام لسه باقيين ان ممكن النادي الاهلي يفاجئهم بصفقه النادي الاهلي بيحلم بيها او جماهير النادي الاهلي بتحلم بيها اللي هو المهاجم اللي يخلص لك تقييمك للميركاتو